منذ 8 سنوات وقناة بلقيس الفضائية حاضرة في محافظة حضرموت أكبر المحافظات اليمنية مساحة، تنقل هموم ومعاناة المواطنين من مديرية لأخرى، وتسعى جاهدة لإيصال صوت الناس ومطالبهم وتبني قضاياهم عبر قصص إنسانية واجتماعية خلفتها الحرب الدائرة في البلاد. نلاحظ في القناة اهتمامها في تقارير تحديدا في قضايا أخرى متنوعة مختلفة، منها الجانب الاجتماعي، الجانب الشبابي، الجانب الرياضي وغيرها من الجوانب الأخرى. التنموي كذلك له حضور كذلك. فحقيقة إلى حد ما قناة بلقيس نلاحظ دائما أنها تركز يعني على قضايا مختلفة متنوعة تهم المواطنين، تهم الناس، وفيها أيضا تنوع. فنلاحظ البرامج المتعددة التي تلائم جميع شرائح المجتمع. لم تقتصر قناة بلقيس فقط على تغطية الأحداث والتطورات في حضرموت، بل كان لها نصيب في خارطة البرامج، حيث أعطت القناة مساحة واسعة لنقل تراث المحافظة وإبراز العادات والتقاليد العريقة وإرثها الحضاري الضارب في جذور التاريخ من خلال برنامج حكايات حضرمية، وهو برنامج ثقافي اجتماعي يشكل فارقا في مسيرة القناة، كما لعب دورا كبيرا في تعزيز حضور القناة لدى المشاهدين في حضرموت. الجميل في بلقيس أنها تميزت في جانب الأخبار وفي جانب البرامج أيضا، يعني حضور لها في حضرموت ساحلا واديا من خلال مراسليها، ونوجه لهم حقيقة تحية. يعني كان معنا حداد مساعد 8 سنوات، معنا محمد اليزيدي والآن محمد عمر في الساحل، والعديد من البرامج التي خصصت لحضرموت، وهذا شيء مشكور لهذه القناة. أتمنى لها مزيد من التقدم، وحقيقة جمعت بين المحتوى والجانب التقني الفني أيضا يتطور في بلقيس من سنة إلى أخرى. أدت الحرب الدائرة في البلاد لنزوح الآلاف من مناطق القتال إلى محافظة حضرموت، وكانت كاميرا بلقيس متواجدة إلى جانبهم، حيث سعت جاهدة لنقل صوتهم ورصد معاناتهم في أصعب الظروف التي يمرون بها من خلال تواجدها وانتشارها على النطاق الجغرافي في حضرموت الساحل كما في الوادي. يواصل طاقم قناة بلقيس تكريس عمله لإبقاء المدينة حاضرة في الشاشة ولدى الجمهور بشكل عام. من مختلف الزوايا عملت قناة بلقيس الفضائية خلال 8 سنوات الماضية على نقل الصورة الكاملة بمهنية عالية لتكون القناة الأقرب للمواطن في محافظة حضرموت. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون، حضرموت.